لكن ربما لدى الطاولة السداسية الآن مع حزب الشعب الديمقراطي فرصة في جولة الإعادة. كيف يعني؟ ربما يحققون فوزا في جولة الإعادة. من قال بأن أصوات سنان أوغان لن تذهب إليهم؟ من قال بأن سنان أوغان لن يتحالف معهم؟ سنان أوغان لو اتفق معهم 100% ما يروح كل أصواته. يعني هناك أصوات موجودة من القوميين اللي ضد حزب الإرهابي هدفه. يعني إذا بقي هدفه مع كليشترولو، هذا الشرط الأساسي مع سنان أوغان أن لا يرجع لهذا الحزب. يعني يكون هذا من مستحيلات. لو افترضنا هذا المستحيل وقع، ولكن المؤيدون له كلهم لن يروح له. خلينا نفهمها منك أكثر هذه المسألة. من هم الذين انتخبوا سنان أوغان حتى نال هذه النسبة المفاجئة؟ السنان أوغان هناك 5-6 أحزاب صغيرات أيدوا أو جمعوا تأييدهم للسنان أوغان، منهم الزفر بارتس ودورو بارتس وكم من الأحزاب السياسية الصغيرة. يعني هؤلاء ما اشترطوا للسنان أي شيء، قالوا نحن سنؤيد هذا، لأن كان يتفق معه في موضوع سنان أوغان، في موضوع المهاجرين والسوريين. كان هو أيضا يمارس نفس أسلوب التطرف ضد المستضيفين في بلادنا. كان شرطه الأساسي إخراج السوريين وعدم إعطاء الجنسيات لغير الأتراك، وهو كان اتفق معهم هذا بهذا الجانب. وأيضا سنان أوغان أيضا من حزب المهبة، يعني من الحزب القومية، سبقا أيضا كان عضو مجلس النواب، رجل يعني رجل أكاديمي ورجل سياسي، ولكن لن يكون له قوة شديدة في نقل أصواته إلى بجنب القليشترولو في هذه الانتخابات الأخيرة. هو نال أكثر من 2,800,000 صوت. نعم. سيتم التنافس على هؤلاء الآن من قبل الرئيس أردوغان وكليشدار أوغلو بأي طريقة؟ يعني طريقة الأردوغان هي واضح، يعني طريقة أنه يعني يريد أن يكون بلد لا يسلم للجهات عندهم طموحات الإرهابية وتقسيم تركيا. يعني أمن التركي، الأمن الوطني في هذا الانتخابات كان له دور قبل الأمور الاقتصادية. يعني المؤيدين للسنان أوغان لهم حساسية في هذا الموضوع، لذلك عندما يرون إذا رحنا مع كليشتارولو سيكون مع كليشتارولو هدفه، يعني PKK سيكون معهم طموحات خارجية، لذلك أنا باعتقادي أنهم لن يروحوا مع سنان أوغلو إلى جانب كليشتارولو. سنان أوغان أقرب لمن اليوم بخطابه، بأدبياته، بجمهوره؟ أقرب لمن، لرئيس أردوغان أم لكليشتار أوغلو؟ هو صرح بالتصريح، قال سنقيم الوضع، ونجاحنا هو نجاح مهم جدا، نحن لنا دور مهم الحين في هذا، سأستشير مع مؤيديني والأحزاب اللي أيدوني فيما بعد، سنعرض موقفنا فيما بعد. هو يعني لن ما قرأنا من تصريحه أنه يميل إلى جهة من جهة أخرى. طيب، في عقدة هنا تتمثل بالهدف بالنسبة لسنان أوغان، حزب الشعوب الديمقراطي المتحالف مع كليشدار أوغلو. نعم. ولديه شرط يعني مستحيل أن يتحقق ربما. نعم، يعني لو يبعد كليشدار أوغلو هل سيخسر 8% عشان يأخذ 5% أو 2%؟ يعني هذا مستحيل. كليشدار أوغلو الحين يبعد هدف من الاتفاقية، ولا يمكن يقبل شرط في المقابل.